كان على ميسي اهو كده، انا اخترت وهمشي. انا بحاول طبعا اطلع من على السور، مش عرفت. في عربية طبعا عايز انط من فوق السور يا اصحابي، ومش نافع الكلام. انا شفت واحد بيجري فانا بجري معاه، ده طبعا تبع الفريق بتاعي، هو اكيد حاسس ان في حد موجود هنا. بحاول طول الوقت ادور، جبت خريطة ابص تاني عشان اشوف هوصل فين، لان الخريطة دي اللي بتبين لي. ومشيت بجري في بيت هناك اهو، الخريطة معلقة معايا، معلش يا اصحابي اهو. بمشي، الخطر موجود في النص، يعني العلامة الحمراء دي يعني كده ايه، هي موجودة في النص. بمشي بكمل الطريق، هفضل ماشي زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا وقفت كده علشان اشوف الدنيا فيها ايه زي ما انتوا شايفين كده يا اصحابي. وبعدين ماشي يا اصحابي، فانا بكمل ماشي اهو، هفضل ماشي لحد ما ايه اروح عند الشجر اللي هناك ده كده. طبعا انا عشان كده كل شويه بشغل الخريطه علشان اشوف انا فين، هكمل جري، هفضل ماشي زي ما انتوا شايفين كده طبعا عشان لسه مبتدئ في اللعبه، بس فتلاقيني ايه الخريطه معلقه معايا. تمت منطقة اللعب في 30 ثانية اهو. فاهم يا اصحابي يقول لي، يعني فاهم يقول لي اهو. وبعدين امشي، قال لك تغيير منطقة اللعب الان هنا، يعني هنا في مكان للعب الخريطة بقى بقول لي انت كده ماشي غلط ولا ايه، انا مش فاهم. طبعا انا بدور على الفريق بتاعي مش لاقيه، هو عمال يقول لي في الخريطه ان هو مكانهم موجود هنا، الخطر موجود في المكان ده. استني بقى في اللعبه الجايه يا اصحابي، هستناكم. سلام.